مرحبا يا جماعة، معكم هاجر من شركة سمينا. اليوم رح نحكي على مشروع جدا استراتيجي ومغري اللي هو أوشن بيرز. المشروع رح يكون الموقع تبعه في جزيرة دبي. ثالث جزيرة لنخيل، 60% منطقة خضراء، منتجعات وفنادق فخمة، منطقة مخصصة لليخوت ولركوب الأمواج. تبتدي من 1,300,000، أما المساحات فتبتدي من 804 متر مربع. الخطة الدفع رح تكون خطة دفع جدا جميلة، 20% كدفعة أولى و 1% شهريا، التسليم أواخر 2026. فللحجز تواصلوا معنا.